يقول: نريد من سماحة الشيخ أن يبين حكم الشرع في الذين يتسابقون على الحصول على الشهادات كالماجستير والدكتوراه من مكاتب مختصة تمنح هذه الشهادات بمقابل مادي دون بذل أي جهد علمي، علما بأن الهدف هو حصول الشخص على لقب الدكتور، علما بأن من لم ينادى بهذا اللقب قد يغضب. وهل يأثم من يحصل على هذه الشهادة ويظهر للمجتمع؟ هذا تزوير، هذا تزوير وحرام ولا يجوز. ما تكون الشهادة إلا لدراسة، لدراسة سابقة ونجاح في الاختبار. أما الذين يبيعون الشهادات ويزورونها فهؤلاء كذبة، وما يأخذونه حرام، والذي يأخذها عاصي لأنه مزور وكذاب.